نهار العيد الكبير ولا اي عيد؟ نهار العيد الكبير. والمشاش كيمشيو نهار العيد الكبير لان العام كله هو معنا وكياكلوا معنا وداك الشيء، ربما كاينه شي قدره الهيه اللي كتخليهم يحترمونا كانسان هذاك النهار، كيمشيو ويغبروا حتى يعاودوا يرجعوا من بعد. هذه من جهه، من جهه اخرى ربما على سبيل البسط ربما حتى هما كيكونوا معيدين بفيران ولا بشي حاجه كيكونوا عاطينا. جو سي با، يمكن كيخافوا من الموت وكيتخباو ولا كيشموا ريحه الدم كيخافوا كيهربوا. جو سي با، هادشي اللي عندي مشى، ولكن حيت كان عيدو برا دونك ما كان عيدوش في الدار، دونك ما عمرني شفت لا رياكسيون ديالها. بون انا قلت يمكن كيمشيو للجامع يصليو. نو نو، يقدروا يتخباو وصافي، يهربوا ويتخباو. بحال قلتي تيخافوا من هذيك الذبيحه اللي تتكون، هذيك السويعه اللي ديال الذبيحه اللي تتكون تيخافوا منها. صافي تقريبا جيل هذه بالحكم ديال الله، هذاك النهار ما تيكونوش فيه، ونهار ثاني عيد راه تيكون يرجعوا للبلايص ديالهم، تيرجعوا كيف كانوا. تيخافوا من هذيك الذبيحه، مع هذيك الذبيحه تيتخلعوا منهم، وما حاجه بسيطه تيتخلعوا منها، حساب الله هذيك الذبيحه. خويا المشاش ما عنديش فكره، ولكن انا عندي واحد المس مربي في الدار، ديما كنلقاه حدايا كنشويو اللعيبات كنعطيو باي ديالو، كلشي هو هذاك، ما عنده فين كيمشي ديما حدانا. مشاش ديال الدرب راه ما كنلقاهمش انا، نشوف المش ديالي فين كيمشي، نطلقو في الزنقه ونشوفو فين كيمشي ونتبعو نقول لك. عرفتي فين كيمشيو؟ خويا حيتاش كنشوف هذاك المشاش ديال الدرب ديما مطايف معاه، وقال خويا كيمشيو يديرو شي شيماء ولا كيخافو من الموت، هذاكشي ديال الله، هذاكشي ديال الله خويا، والله ما عرفتش. تاهو بعدا اصلا عنده سبعة ارواح يا المشاش، كيمشيو يرحلو ما كيبقاوش، كيمشيو يدورو مع راساتهم قوي، هذا كيمشيو يتسالاو، فهمتي؟ داكشي ديال الله، ديال الله سبحانه وتعالى، حيت المش وصى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهمتيني ولا لا؟ والانسان فهمتي، الانسان ما فهمتي، المش ديما تيبان لك واحد اللطف، حيت حيوان خلق الله سبحانه وتعالى.